صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حزنك ما رأينا قلت يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وصلاة الله على من عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الحامدين، حمدا الشاكرين، حمدا القابلين، حمدا يوافي نعمة ويكافئ مازيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجينا بها من جميع الأحوال والأفعال، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك درجات، وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تكسيرنا يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة يا أهل البيت. اللهم أنزل رحمتك والمغفرة والشفاعة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جناتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Ucapan.